بسم الله. لكسيون 13، الجمع دي مانا، الرجال دي فخون، النساء دي بيبيس، الأطفال. فنومن بلوغل، الاسم الجمع. الآن دي مانا، فنلاحظ أن الـ A أصبح A، A أملوت يعني. دي فخون، الفخو أضفنا لها إن، وانت دي بيبيس أضفنا له الأس. فهنا الطريقة لكي يعني نعرف قليلا أو نوعا ما كيف نكتب أو نبحث عن الجمع. فلدينا الأن دونك هو الإي أن مثلا. فبايشبيل مثال دي أوبونغ، التدريب، فنضيف له إي أن، دي أوبونغن. فيقول على النومن كل الأسماء مت أونغ هايت كايت إي يعني إي أو يون تصبح هكذا. مثلا جزونت هايت، لا جزونت هايت لا يمكن. زاوبر كايت، زاوبر كايتن ممكن. دي تاشا الحقيبة، دي تاشن. ففاست على نومن مت إيه يعني تقريبا كلهم التي تنتهي بإيه تصبح إيه. دي فخو فيلا فيمينينا نومن، أغلب الأسماء المؤنثة تصبح بعدين إي أن، دي فخوان. دي كوندين أند إن، إنن يعني كل من لديه الإن يصبح إنن، ككوندين كوندينن فرويندين فرويندينن مثلا. ماشي. بعدين لدينا الإي آر أو الإي أو لا شيء. و لو في الوسط مثلا أ أو 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 werden oft يصبحون غالبا أ أو أو أوي. طبعا الطريقة كما أكررها دائما، ال أو ممكن نقول مثلا أ وبعدين نضم الشفتين فيخرج ال أو أ أو. لو قلنا إي ونضم الشفتين فيخرج مباشرة ال أو EU. فداس كينت هنا فاست ألا كورتسن نويترال نومن، يعني أغلب الأسماء المحايدة القصيرة نضيف له AR. داس كينت دي كيندر، داس بوخ دي بوشا، محايد وقصير فأضفنا له الـ AR وقلنا الـ U أصبح U. دير مان، أينيجر ماسكولين نومن أبا كاين فيمينين، يعني بعض الأسماء المذكرة لكن ليست المؤنثة تصبح أيضا أو نضيف له أيضا إي أغ ونغير الأ إلى أ. الذي نضيف له إي مثل دي شتول دي شتولة في لكوت نوم، أسماء قصيرة وكثيرة. داس بروت دي بروت، und دي هاند دي هند، الخبز واليد. بعد ذلك الذي لا يأخذ إضافة مثل دافاتا دي فيتا، ففيل نومن مت إي أر إي أن إي أل، لا تأخذ شيء جديد لكن نغير الأ إلى أ. دا غارتن دي غارتن، دا زسل دي زسل لم يتغير شيء. داس بروتشن دي بروتشن، على نومن مت شن und لين. طبعا الشن واللين دليل على اسم التصغير كشجرة شجيرة مثل في يعني في العربي. الاس داس تاكسي دي تاكسيس، على نومن مت ا اي او ابسيلون تأخذ الاس. داس راديو دي راديوس، دي بي كافي دي بي كافيس، على أبكورتسونغن. طبعا البي كافي هي الشاحنة، فهي مختصر مثل الكافي أيضا الكافيس. دا جوب دي جوبس، ففيلا فخمت بادا لأنه ليست كلمة ألمانية. ونغيق الميسج الشاذة أو الخارجة عن القاعدة، داس موزيوم دي موزين، داس داتوم المتحف يعني، داس داتوم التاريخ دي داتن تمام التاريخ قلنا،
das Visum, الفيزا يعني أو التأشيرة, دي فيزا, das Praktikum, تدريب مهني, دي براكتيكا, دي براكسس, العيادة, دي براكسن, und دي فيرما, دي فيرمن, الشركة. هنا يقول كاين بلورال, يعني ما الأسماء التي لا تحصل على جمع؟ abstract نومن, الأسماء المجردة, وهي تقريبا مثل العربي يعني das Glück, die Liebe, الحظ, die Liebe, الحب, der Hunger, الجوع, die Kommunikation, التواصل, der Sport, الرياضة, die Musik, الموسيقى, und das Wetter, والطقس. أيضا نومن für Material, يعني أسماء لمواد مثل das Gold, الذهب, das Wasser, الماء, die Milch, الحليب. Sammelnamen, صراحة نعرف كيف أترجم Sammelnamen, das Obst, الفاكهة, die Polizei, الشرطة, die Kleidung, الملابس, أو اللبس يعني, der Urlaub, الإجازة. Infinitiv als Nomen, المصدر كاسم, das Essen, الطعام أو الأكل يعني, das Sprechen, الكلام, das Spielen, اللعب. Kein Singular, الأسماء الجمع, ليس لديه مفرد. Einige Ländernamen, بعض أسماء البلدان, und geografische Namen, يعني مناطق, أسماء مناطق, جغرافيا. Die USA, الولايات المتحدة, und die Alpen, جبال الألب. Sammelnamen مثل die Eltern, فهي والدين أصلا, die Leute, الناس, die Möbel, الأثاث, und die Ferien, الإجازة. تمام, أي أحد لديه هنا سؤال؟ أنا خالد. حاجات كلها حفظ يعني، حاجات كلها ايه؟ الحاجات كلها حفظ، ما فيهاش أي تمام فهم. تمام لكن هي يعني صراحة أنا مثلا لما تعلمت العربي الواحد يحفظها بالكلمة, يعني يتعود أنه يستخدم الكلمة, وبعد ذلك هو مضطر يستخدم الجمع أيضا, فمع كثرة التمرينات هو يحفظها, فالواحد إما أن يحفظها حفظ يعني بحيث أنه يكتبها ويكتب الجمع ويحفظها كده, أو يحفظها عن طريق جمل, هذه أيضا شيء جميل, يحفظ الجملة ويعرف هي هكذا, أو يعني كقصائد مثلا, أو نعم قصائد مثلا, أو يعني يتمرن على الكلام أو على الكتابة, ليس شرط الكلام, يكتب كثيرا وهكذا يتذكر كل مرة, فعندما يتذكر كل مرة, ثالث مرة, رابع مرة, خامس مرة, يحفظ في الآخر الكلمة. تمام.